انت يا ست انت قومي. انت مين؟ انا العفريت. يا نهار اسود، بسم الله الرحمن الرحيم، انت جاي ليه؟ عايز ايه مني؟ ما تخافيش، انا مش هأذيك. امال عايز ايه؟ انا جاي احقق لك 3 طلبات. لا مش عايزه حاجه، انصرف يا ستي. ما تبقيش غبيه، بقول لك 3 طلبات. يعني بجد ليا 3 طلبات؟ يعني اي حاجه اقولها هتحققها؟ ايوه طبعا. طب انا عايزه فلوس كتير. بس خلي بالك ان ال3 طلبات دول جوزك ليه الضعف منهم، اي حاجة هتطلبيها هو هيتحقق له الضعف. بجد؟ خلاص بقى هعمل ايه؟ ماشي، عايزه 1,000,000 جنيه. تحت امرك. ايه ده، 1,000,000 جنيه بجد؟ كده جوزك بقى عنده 2 مليون. يا لهوي، يعني معاه 2,000,000، يعني ممكن يتجوز عليا. طب بقول لك ايه، الطلب التاني، انا عايزه ابقى ست جميله. تحت أمرك. انا بقيت ست رشيقه وكمان حلوه، شكرا يا عفريت. كده جوزك بقى أجمل منك مرتين. يا خبر، يعني كده اكيد هيتجوز. بس على مين؟ انا عايزه يجيلي جلطه خفيفه كده في القلب. اه يا بنت النصحة، بيقولوا علينا احنا اللي شياطين.